بمجرد ما هنفتح فلاش هيبقى قدامنا الستارت بانل شرحناها من شويه. الستارت بانل بيديك اوبشن، واحنا برضو ممكن ناخد نفس الاوبشن دي من قائمه فايل نيو، بيطلع نفس الاوبشن زي ما انت شايف. دول هم دول بس الريسنت، قائمه الريسنت فايل مش موجوده، والتمبليت موجوده بس بشكل الستريتد اكتر، يعني زي ما انت شايف بيوضح ايه اللي ممكن تختار. من قائمه فايل دبل كليك اوكي، اختار لنا فايل جديد. اللي احنا عايزين نقوله المره في الدرس ده من قائمه ويندو ورك سبيس لاي اوت. الورك سبيس لاي اوت هو المساحه اللي انت بتشتغل فيها، او شكل البانلز واللاي اوت بتاع الفلاش. زي ما انت شايف انا في مسيف اتنين بروفايل او اتنين لاي اوت، واحد اسمه هشام واحد اسمه هشام 2، وفي حاجه ثانيه تحتها اسمها الديفولت. الديفولت ده لو انت لخبطت البانلز بتوعك وعملت ديفولت او عملت كليك على الديفولت بيرجعك للسيتنجز الاصليه بتاعت الفلاش. لو انا عملت كليك على ديفولت هيخرج حجم الفلاش او حجم اللي انت شايفه قدامك بره، لان انا بشتغل على ريزولوشن او على سايز اقل من حجم المونيتور بتاعي عشان الفايل سايز، عشان نقدر نعمل فايل سايز صغيره للتسجيل. هنكليك ديفولت اوكي، زي ما انت شايف هو خرج بره. هرجع تاني لهشام 2 اللي انا مسيبه اوكي. اوكي الورك سبيس او الورك سبيس بتاعك مرتبط بشكل اللاي اوت، بشكل اللاي اوت من بره مش بشكل الفايل. يعني انت ممكن تكون فاتح فايل اسمه مثلا تيست وشغال فيه، وتفتح تيست 2 وتبقى شغال فيه برضه نفس اللاي اوت، يعني الارتباط بحجم اللاي اوت مش بحجم الفايل او شكل الفايل او كنت شغال على فايل شكله ايه. نبص على حاجات تانية. اللي على الجزء اللي على اليمين اللي اسمه بانلز، البانلز دي بيتعمل لها داكينج وان داكينج، او بيتعمل لها اوبن وكلوز. في سهم هنا، السهم ده لو عملت كليك عليه بيعمل كلوز للبانل بتاعتك تمام. الجزء اللي فوق اللي هو كالر ميكسر برضه بيتقفل ويتفتح. اي بانل بيظهر جنبها السهم ده تمام بتتقفل وتتفتح. في جنب السهم عباره عن خمس نقط تحت بعض وجنبهم خمس نقط تحت بعض، بمجرد ما الماوس بتاعك بيجي عليهم بيتغير شكله لشكل الماوس بتاع موف. يعني ده شكل الماوس بتاع كبر الحجم، ده حجم بتاع موف او حرك. لو انا هاخد البانل دي واجيبها هنا زي ما انتم شايفين في جزء اسود بيظهر بيقول لك ده الجزء المقترح ان انا احطها فيه. هنجرب كده نعمل ريليز او نسيب اوكي. حط الكالرز في جنب الكانفاس الرئيسي، اهي الكالرز بتاعتك تمام. لو انا رجعت تاني واخترت من قائمه ويندو ورك سبيس لاي اوت وخدت هشام 2 مثلا، ارجعها مكانها تاني للسيتنجز الرئيسيه. فانت خليك فاكر لو لخبطت البانل او مش لاقي البانلز بتاعتك، يا من قائمة ويندو وتختار الورك سبيس لاي اوت، او تدور عليها في دول القائمة دي كلها تمام. وكلهم زي ما انت شايف لهم اختصارات، فالمفروض ان انت تبقى تحفظها عشان تبقى عارف ان انت بتتحرك بشورت كات اسرع بكتير جدا من ان انت تقعد تدور على الحاجة. الجزء ده اسمه التولز تمام. التولز دي تولز مختلفة، كل واحد فيهم له وظيفة هنشرحهم بالتفصيل. الجزء ده اسمه كالر تمام. الجزء اللي تحت ده اسمه اوبشن. الاوبشن مرتبط بالتول اللي انت بتختارها او بتشتغل عليها. يعني انا عامل السليكشن تول تمام، فحاطط الاوبشن بتوع السليكشن تول. لو اخترت السب سليكشن تول مفيش اوبشن له. طب الجزء ده اللي هو فري ترانسفورم نكليك عليه، الفري ترانسفورم له حاجات اهي تانية ظاهرة. يعني الاوبشن مرتبط بالاوبشن بالتول اللي هتعمل لها سيلكت. في حاجة تانية كويسة في فلاش 8
لان انت لو عملت نيو نيو فايل مثلا او فتحت فايل قديم بتاعك اوكي اوكي يحطوا لك في تاب تانية تمام. هوريك مثلا حاجة تانية. انا هقفل ده وهقفل ده تمام واختار ده مثلا فايل اوبن تمام اوكي حط لي فايل ELS و فيكتور ELS دول فايلات انا كنت شغال عليها من شوية حطهم في بانلز. فانا ممكن اعمل مثلا كده كوبي اوبجكت انا اعمل كوبي الاوبجكت ده مثلا اللي هو البيت ماب فايل وهرجع هنا في الجزء ده في الفايل التاني واعمل له بيست تمام اعمل له بيست رغم ان احنا بننقل من فايل لفايل. فده جزء يسهل عليك كتير قوي الحاجات اللي انت بتعملها. هقول له نو اوكي هرجع تاني فلاش دوكيمنت وتعالوا نبص على حاجه تانيه. الجزء الابيض ده اسمه الكانفاس. الكانفاس هو مساحه الشغل بتاعتك. الكانفاس ده السايز بتاعه 550 في 400 ده سايز زي ما بيقولوا ايه حاجه فليكسبل قوي. انت ممكن تغيره من هنا وممكن تخليه ميك ديفولت يعني كل ما تفتح فايل فلاش جديد يبقى الديفولت بتاعه السيتنجز بتاعتك اللي انت هتغيرها هنا. يعني مثلا لو انا مثلا بعمل بانل افقي او بانل الجزء اللي فوق بتاع ويب سايت غالبا هيبقى حجمه مثلا 100 مثلا في 50 اوكي لا مش للدرجات دي ممكن نقول 300 300 150 اوكي مثلا ده اللي احنا هنشتغل عليه. فانت لو من سيتنجز وعملت كليك ميك ديفولت اي فلاش فايل اي نيو دوكيمنت فلاش فايل بعد كده هتفتح هيبقى ده السايز بتاعها. اقول له كانسل اوكي بص على الاكشن بانل دي حاجه اسمها اكشن بانل برضو زي ما شرحت فوق مع البانل الثانيه بيتعمل لها داكينج. الاكشن سكريبت هو اللغه الامبيدد جوه الفلاش ودي لغه مهمه بتخليك تعمل تخلي يعني بتدي قدره اكتر على التحريك عبر البرمجه مش عبر التايم لاين للفلاش اوبجكت تمام. في الجزء اللي فوق ده اسمه تايم لاين. التايم لاين عباره عن زي ما انت شايف خانات صغيره دول بيعبروا عن تايم يعني هو فلاش بيشتغل عن طريق تحريك الاوبجكت على اللاين. يعني مثلا هنرسم دايرة صغيرة مثلا وانا بفترض ان انا عايز امشي دي الدايرة دي من هنا لحد هنا مثلا في 12 ثانية او مثلا في ثانية واحدة او في ثانيتين. المربعات الصغيرة دول حسب حجم السايز بتاع الموفي بتاعك او السيتنج بتاعت الموفي بتاعتك اللي هو الفريم ريت. الفريم ريت يعني بيعمل كام فريم يعني بيحرك كام كادر في الثانية. الفريم ريت للويب يعتبر 12 فريم ريت بس سكند كويس جدا. لكن انت لو بتشتغل للسينما او للتلفزيون او للفيديو ايديتنج او بتعمل انيميشن او بتعمل كرتون الفريم ريت ده المفروض يكون اعلى من كده يمكن 24 تقريبا. هنكليك اوكي. لو انت غيرت الفريم ريت من 12 ل 24 مثلا هتبقى كل واحده من دول بتعمل 1 على 24 من الثانيه. يعني انا لو جيت هنا عند الجزء ده كده بالظبط اللي هي الفريم ال 24 يبقى كل الجزء اللي انا مشيته ده همشيه في ثانيه واحده. وعلى السيتنجز اللي احنا شغالين عليها دي انا بالظبط همشي ثانيه كل 12 فريم يعني هنا تمام. الجزء اللي تحت هنا ده البروبرتيز.
البروبرتي مرتبطه زي الاوبشن كده بالاوبجكت اللي انت اللي موجود على مساحه الشغل او على الكانفاس. لو انا عملت سيلكشن لده اهو اداني الكالر بتاعه ماشي، واداني اللاين بتاعه عشان نشوف كده هيتغير ولا لا. مثلا هغير اللاين بتاعه للازرق، اتغير اهو، وهغير اللون بتاعه الرئيسي للاحمر مثلا، وهغير حجم اللاين الهير لاين. تمام، زي ما انت شايف اتغير. لكن لو انا مثلا عندي اي حاجه تانية، مثلا الاي دي يعني تكست، لو اخترت الاي وحطيت هنا، زي ما انت شايف البروبرتي اختلف. هو هنا بيتكلم عن فونت وسايز بتاع فونت وتكست بتاع فونت، رغم ان انا لو انا هنا بيتكلم عن كولر وستروك وحاجات تانية. هنراجع الموضوع ده بشكل مفصل بعد كده.